الخير عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم كلكم اللي كتابونا على ميديا ان تي في وكتشوفوا قصه الناس. كنرحب بالحضور اللي معايا داخل البلاطو، كنرحب ايضا بالاستاذ فيصل طهاري اخصائي نفسي كلينيكي اللي حاضر معايا اليوم في هذه الحلقه. كنرحب ايضا بالناس اللي قبلوا الدعوه ديال البرنامج وجاو اليوم باش يشاركونا التجربه ديالهم وشاركونا القصه ديالهم، وهما اللي اكتشفوا مرضهم عاشوا به وتعايشوا معاه، قبلوه وتقبلوه بكل قوه وبكل ايجابيه. تعاملت مع مرضي بإيجابية، موضوعنا اليوم في قصة الناس. عبد الكريم كيعتبر مرضه تجربة ودازت ومنها تعلم بزاف ديال الدروس في هذه الحياة. سفيان المرض قابله وما عنده حتى مشكل، ولكن الدواء طول الحياة هو الشيء اللي ما قبلوش وما تقبلوش. الدريسية الماجورة قالت لها محال واش تعيشي، وهي قررت باش تبرى من مرضها وباش تعيش. مرحبا بك الدريسية سفيان. سي عبد الرحيم شكرا بزاف على الحضور ديالكم. سي عبد الكريم نرجع معك ل 2012، هذا التاريخ علامة واقيلا في التاريخ ديالك وفي المسار ديالك. سي عبد الكريم مرتي في 2012، هي بصمة سوداء بالنسبة لي. ياك بصمة سوداء. علاش؟ ان اولا انا امارس ماده التربيه البدنيه وما كنتش كنتهضري ابدا واش انا نصاب شي مرض بهذا المرض. انت راجل ديال السبور، استاذ التربيه البدنيه، زعما ما تمرضش الناس؟ لا ماشي ما نمرضش، عندك اللياقه البدنيه ديالك وعندك نمرض، ولكن المرض اللي تصبت به شيء غريب. يعني صراحه ما عرفتش شنو اللي خلاني نتصاب بهذاك المرض. هو ورم سرطاني في الاخر كنكتشفوا انايا عن طريق التشخيص الطبي اللي واخا نرجعوا عافاك 2012. شنو الاعراض اللي بانت عليك وانت راجل ديال السبور واللياقه؟ زعما كما قلتي بعيد ان الواحد يمرض بحال هذا الامر. وحقيقه كنت في كامل القوه ديالي والمرض جاني تدريجي، ماشي بان في اول وهله. ما طحتيش في خطره؟ لا ما طحتش في خطره، انا بقيت كنمارس المهام ديالي مره كيجيني واحد المغص، ايه واحد الحريق كيطيحني للارض. اول حاجه اللي انتبهت لها هي ان الماكله نقصت، ما بقاش كدوز لي الماكله من الدقه الاولى، ما بقيتش كتاكل. صافي الماكله حبسات، ما بقاش كدوز. الوغ ولي عندي المرض تيتحول لي من جهه لجهه. الوجع، ولكن انا كنلعب به، انا شخصيا كنتحكم فيه في الذات ديالي باش نحيد عليه الالم، يعني الالم عندي في هذه الجهه كنردو لهذه الجهه. ياك يعني كنميل ليه سميتو، ولكن كنلعب به على الوجع ديالي. صراحه الله يسامح ليا ويسامح دوك الناس اللي زعما خاصوا معايا الجيران، صراحه ما كنمشي ليك. لان كنت واحد الوقت كنغوت، لذا كنقول الله يسمح لي هاد الناس هادو. راه كان واش كتغوت من الحريق ولا مناش كتغوت؟ من الحريق وكنرد، كان داك الشيء كاع اللي عندي في الذات ديالي كيخرج. المرض ديالي ما بانش في ليكوغرافي، ما بانش في مجموعه ديال الراديوات اللي دوزت. فاخر محطه ديالي انايا التجدت واحد القضيه، هو انني قال لي الاخ ديالي غادي نديك للسبيطار دابا. قلت له ما كاين مشكل، نمشي معك لحد. انا بصراحه تحايلت عليه، درت ديفيت وقلت له ودي اش غادير، غادي نمشي نشوف واحد العطار تيدير العشوب ربما يكون خير. واخا شربتي الدواء ديال العطار؟ واخا داك الشيء شربت الدواء ديال العطار، زاد الطين بله. ياك هاكا مشيت سميتو قالت لي عندك المعده، غادي تفتح المعده. صراحه انا جاني الشك المعده، صراحه ما تقبلتش هذاك ان تقول لي دير عمليه على المعده وانا عندي المرض ديالي. فعيط على مرا. واخا هذه القضيه ديال ما تقبلتيش هي اللي مهمه بالنسبه لنا اليوم. لما قالت لك الطبيبه يعني فاش قالت لك الفتيح، يعني ما بقاش وجع ولا مجرد حريق ولا القضيه ديال العطار ولا لذلك فتيح، يعني كاين شي حاجه صعيبه كتستلزم تدخل جراحه غرفه العمليات. ديك الساعه كيفاش تعاملتي مع الموقف؟ لا انا ما عنديش مشكل باش ندير عمليه، انا سلمت امري لله. انا نقول بصراحه القضاء والقدر هذاك اللي المشكل اللي كاين هو انني واعي باش كندير. واخا انا في الصحه اللي متدوره، انا واعي شنو الوعي ديالي فيه كيتجلى. كيتجلى انني المرض اللي عندي انا عارفه، عندي في المسطره ما عنديش في المعده، عارفه بالضبط. وفعلا الاطباء سبعه ديال الاطباء اللي دزت عندهم في لافيسين، وما صعيب باش اكتشفوا المرض الا واحد الطبيبه الله يجازيها بخير. سبعه ديال الاطباء كلهم ما شخصوش لك المرض ديالك؟ لان صعيب. علاش؟ تندوز الراديو ما تيبان، تدوز عند بابا في كرشي ما كيبان حتى شي حاجه. الوقت اللي انا واخا فاش تقول لي السي عبد الكريم، تقول لي الطبيب الاول ما عرفش والثاني ما عرفش والثالث والرابع والخامس والسادس، شو سوء ديال التشخيص، هنا غتشدك الخلعه تقول واقيلا عندي شي مصيبه كبيره. أنا درجه هاد الاطباء كلهم ما عرفوش. انا نقول لك استاذ كيفاش زعما راه غيمشي منك النص. بالفعل انا لا ماشي شدتني الخلعه، ما بقاش انا اصلا حياتي كلها قساوه.
حياتي كلها وانت صافي تنستي معاه صالب صالب مع... معكم انا آه. امين بالموت وكان واحد الوقت نقول انا اجي نموت نتهنى مثلا حنا نموت علينا قاعده ماشي يعني ولكن نقص حك مش حال هذه انت لان شنو اللي بقى في انا تنرجع واحد قلتها للاخوان قبيله هو انني واحد العمل درته لا في سبيل الله واللي هو اللي خليت وبغيت نخلي شي حاجه اللي انا بصراحه ما كذبش عليك نخليها في التاريخ ديال مسجلها اذا التفكير ديال شي واحد بغى يموت لا انا الموت راه انا واقف ديال النهايه واقف عليها لان من عيطت على ولادي وعيطت الاخوان ديالي قلت لهم بدي سامحت معاهم يعني راه ما بقاش تصور انني هذا الجسد اللي حداك راه كون ريحتي مالها الدريه الصغيره بنت وخويا كانت تجي يعني تريح معايا ونعنقها وتهزني النهار اللي مرضت ولا تشوفني كتهرب كتخلعها هذه عام انا طح انا طح منك النص وقلاك الوجه ديالي ربما ما شفتوش حتى المستشفى الوجه ديالي ربما اللي عنده الفيسبوك يدخل الفيسبوك ويشوف العوينه الحقيقه الاولى ديالو الحقيقه اثناء المرض الحقيقه الاخيره ما خاص من المرض ما كنتيش كتشوف راسك علاش زعما علاش لان صراحه كنت نعبر لا انا نقول لك استاذه كنعبر راسي بواحد الطريقه انني كنشد الفخذ ديال رجليا انا هنا كنشوف هنا الكويس ديالي وكنشوف المسائل ديالي كنشد هذا العظم هذا كنشدو بيديا بزاف كتعرف راسك كنشدو مشيتي بالفعل اليد كتجمع على حاجه وحده اللي بقات عندي هو ان الكرش منفوخه صحه كل الدهورات مشات الو كان عندي واحد كنتبع واحد البرنامج في التلفازه حيت انا كنت طايح الفراش ولكن تبع التلفازه سي عبد القادر المرحوم من البرازيل الله يرحمه منين شفتوش في الحاله ديالي والله اعلم واش عنده واحد نفس الحاله ولا الله اعلم انا قلت لك هذا التدور لان شحال بين منك سعيد كريم؟ انا قبل منه سي عبد القادر انا قبل منه مريض وانا خرجت قبل منه انت شكيتي بلي عندكم نفس الحاله زعما لا ما نقدرش نقول لك هو البنيه تقدر تكون عنده حاجه اخرى ما نقولش ولكن هو البنيه ديالو ك البرازيل كحارس كان قوي ومتين صراحه وكان البنيه ديالو قويه على ديالي ويعني في واحد اللحظه وجيزه انا المني وانا مريض هو المني وانا ماذا بك انا نتالم على نفسي صراحه هو المني وانا كنشوف راسك فيه كنشوف الصوره ديال سي عبد القادر الله يرحمه باش نقول لك استاذه هو باش نلخص لك مساله ديال المرض ديالي انا تدهور عارف واحد تدهور تدريجي لدرجه ان واخا سي عبد الكريم اسمح لي نقاطعك مازال نشوفه معك صوفيا الحاله ديالته مازال نرجعوا نكملوا ولكن الحمد لله باقي العمر في الدنيا وباقي الانسان كيتشبت بالحياه واخا يبقى فارغ خويه الانسان تيبقى تابع هذاك الامل شكرا لك سي عبد الكريم سي سفيان انت عندك اكتشفتي المرض ديالك بدا غير الحريق في الرجل اي حريقه صغير يمكن يجي لاي واحد ولكن تطورت الامور عاود لي على القصه ديالك بدا لي الحريق في رجلي لتحت اختي بقى درت تحاليل درت تصاور درت كل شيء تيقول لي ولكن غير شدك الحريق درتي التحاليل ما بقيتي واحد المده بقيت واحد المده المغاربه كنبقاو جات قضيه الحريق بقى غادي طلع لي من النص في رجلي درت رجلي كتعطيني الحريق كامله الو مشيت عند الطبيب حتى لي السكانير ديال التلفازه كيقول لي ما عندك حتى شي حاجه مده ديال عام وانا كنعاني عند الحرق وما عندك حتى شي حاجه وما عندي حتى شي حاجه اللي مشيت عندك يقول لي ما عندك حتى شي حاجه كويت على رجلي اي حاجه درتها اذا درتي بحال اللي تيقول لي الناس طبيب والعطار وكويتي وكل شيء نعم بحال اللي تيقول لي تنديرها هي هذيك الاخت نادي وداك الشيء هو دار العام عاوتاني العام الثاني ويطلع لي النص بجنبي الناس طلع لي حتى الراس جنبي اليسر كله كيعطيني الحريق والصداع اذا من رجليك حتى الراس من رجلي طلع لي حتى الراس ايوا اختي ملي غنكتشف هذا المرض هذا كنتفرج بحال هكا في واحد القناه داك الشيء الطب النفسي هاد الشيء هضروا كنتفرج بحال هكا تبدا داك الدكتور كيدير دوك داك يشرح من خلال داك الشرح ديالو دوك الاعراض اللي تيقول لقيتهم فيا انا بحال اش كيقول مثلا تيقول الانسان ما تيجيش نعاس بالليل تيبقى يشوف شي حاجه بالليل كيتخايلها هذه ما كيناش كيكون ناعس كيقفز تيشوف شي حوايج هي هذه وانت هادشي كان عندك؟ كان عندي اذا ماشي غير الحريق ديال الرجل كان عندي حتى فحال هكا كنتي في الليل ما تتنعاش ما تنعاش والو الناس ما تنشوفوش بالحريق بعض المرات تنبقى الليل كامل وانا تنبكي مشيت عند واحد الطبيب ديال الحومه عندنا مشيت عنده قلت له دكتور اللي عندي واللي عندي قال لي غادي تجيب لي الوراق كامل ديالك هي ديك بقى كيقول لي باش كتحس قال لي قلت له كنحس بالحريق في جنبي اليسر كامل كلشي عطاني الحريق والصداع في راسي كيحرقني واش هادشي سفيان يوميا ولا فترات يوميا تنعيشو دابا معاك انا عايشو دابا عندك الحريق دابا عندي الحريق انا عايشو دابا لحد الان الحريق شاعله فيا لحد الان
يدي كتب لي ورقه صيفطني لميريزكو قال لي غادي تمشي لميريزكو غادي تاعو صيفطني 36 شتيش انا ديك الورقه جاتني غريبه قلت انا اجتني يعني هذا المرض هذا جدا جابوا الامراض النفسيه بقيت كنتسائل شتيت هذيك الورقه بقيت كنشوف حتى لواحد النهار وانا نمشي نجرب على الله اذا خديتي وقت طويل وانت كتفكر تبلاني تشوف تنفكر لان ما جات يعني المجتمع ديالنا ما تيرحمش تيقول لك يقول لك هذا تسطاو ولا شي حاجه دابا ما حيلتك لمرضك ما حيلتك المجتمع هذاك الشيء تخمم فيه اكثر ما كتخمم في راسك واخا سوفيا اسمح لي مازال نكملوا معك القصه ديالك شكرا لك نكمل معك الدريسيه حتى انت شنو كان طبيعه المرض اللي عندك الدريسيه انا كانت حياتي عاديه طبيعيه بحالي بحال مجموع الناس في 94 كان وقع واحد المشكل عائلي في الدار كنت ساعات مزوجه وعندي بنيته ايه هذاك المشكل وقع لي واحد النهار عصابي المهم جاني ذاك النهار بقيت كنهرس كاع داك الاسد ديال الدار كامل المهم جاو مالين الدار ديالنا داوني الغد اللي رجعت كملت نفس المشكل اللي صافي هادشي شنو كملتي نفس المشكل في المدينه ديال سيدي كملتي عاوتاني كملت داكشي يعني جاني واحد النهار الهستيريا اللي كان خارق للعاده المهم داوني مالين الدار وداكشي رجعت قلت لك كملت داك اللي كنت باقي ما هرستوش هرستو فعلا داوني مالين الدار جا الراجل ديالي قال لي باش ترجعوا داكشي قلت له ما نرجعش لهذيك البلاصه المدينه اللي كنت فيها رحل فعلا هزت داكشي اللي بقى وزادت على شي حاجه ورحلت لقنيطره بقيتي بعدا مع راجلك رحلت انا وياه مده ديال شهر بدات تبان عليا الاعراض ما عرفتش انا هذاك الشيء ما عمري حسيته في حياتي الحراره طالعه بزاف والقيء والاسهال فقدان الشهيه ولا كيهبط لي الوزن ديالي بواحد السرعه فائقه تصوري من 68 كيلو في ظرف شهر وليت كنوزن 45 كيلو بحال الشكل اللي قالنا عبد الكريم ايوا 45 كيلو والحراره والهدايا في الليل وما كناش المهم اضطرت الوالده ديالي انت شهر وانت هكذا بهذ الاعراض ومشيتيش عند الطبيب يعني واش ما انتبهتيش ولا لا ماشي ما انتبهش لان الام ديالي بحكم لاج ديالها وداك الشيء مراه كبيره تتقول لي عندك المكلفه بقات كدير لي داك الشيء مكلفه مكلفه بنتي ندير لك هذه ندير لك كنتي كديري داك الشيء لراسك وباش تحيدي السخانه المهم باش بدات هي كديري داك الشيء بدا شعري تيطيح بدا الشعر ديالي كيطيح حتى هو بواحد السرعه ايوا فعلا المهم اقتراحات ديال اختي الكبير وداك الشيء والراجل ديالي قالت لها قالوا لها ديها دير التحاليل ملي مشيت درت التحاليل عطاوني واحد البريه نمشي الناس في السبيطار ديال المستشفى الادريسي في قنيطره فاش عطاوك بريه تنعسي يعني القضيه يعني مستحاله زيارة. مستعجل لان وليت كيجيني اغماء ما كنبقاش نعقل ولا عندي يعني السمع ديالي قل يعني ديفينيتيف ما بقيتش كنسمع يعني صافي قال لك خصها تنعس ايوا المهم دخلت نهار 31 شهر 10 94 دخلت نعست المهم بقاو كيجيو كيديروا التحاليل وهذا ولكن انا ما استسلمتش تصوري غير باش الناس في البايص ما كانش كنبقى جالسه ما بغاش نعسي ما قبلاش طيحي ماشي ما رضيتش او ما تقبلتش تنقول انا الا نعست غدا نموت وانا ما خصنيش نموت عندي بنت خصني نبقى خصك تعيشي عندي بنت صغيره خصني نبقى عندك السبيطار تساوي الموت هذا هو لان بالنسبه للحاله ديالي اللي كنت كنشوف فيها ما كنقول انا نقدر يعني الا نعست غادي نموت ولكن انت هذا الكلام قلتي وكاين الماجوره اللي كانت معك في السبيطار جات قالت لك حكمت عليك بالموت كيجي ملي كيجيو يديروا تياخذوا من عندي باش كياخذوا العينات ديال الدم وهذا لانني ما بقيتش كنقدر نزيد ولا وقفت كنطيح وما كنسمعش مزيان كيتواصلوا معايا بالستيلو بالورقه مشى السمع لان السمع دي في عمرك ما شميت ما شكيتي من قله السمع السمع مشى يعني كامل التواصل غير بالستيلو بالورقه ايوا المهم اللي كنت كنبقى نكتب لها وتنقول لها بغيت نعرف المرض اللي عندي كتقول لي انت عندك سرطان محال واش تعيش هذه حصرها ماجوره ماجوره وباقا كنعقل هذا هو الامل اللي خصها تعطي ورغم ذلك هي كتمشي وكنتبعها كنتبعها لان كانوا تشلوا عليا صباعي كنمشي على الاقدام ديالي كنمشي هكايا وكنمشي كنقول لها وزنيني كتقول لي راه الوزن ديالك ما عمره ما غادي يزيد لان الحاله ديالك ميؤوس منها واو تنقول لها انا ما عمري في السبيطار ولا محرشين عليك تنقول لها انا
لان هي دائما بيرمانونس في الليل وما قهرتيها واقيلا بحال ما كيعجبهاش الحال تكون هي علينا حنايا في الليل. تنقول لها انا لا يأس مع الامل هكا كنقولها لها وكنبقى نكتب انت كتعطي الامل ليها واللي كنقولها ليها وكنكتب انا كتبقى دائما تنكتب لان كيعجبني نكتب القصه القصيره الشعر كنبقى نكتب وملي كان كيجي الدكتور في الصباح باش كيدور علينا باش يشوف لينا داك البيلون ديالنا ديال التحاليل الا لقاني كنكتب ما كنبغيش تنقول له تنكمل وتاي حيد من داك الشومبر ديالنا ومشي للي شومبر الاخرين وعاد تيرجع تيقول لي انا كنتعاطف معاك تنقول له قرا هادشي اللي كتبت انا ويعني هو كيستغرب لانني انا ما متقبلاش نكون في داك الوضع ماشي ما رضيتش وانما ما بغيتش نستسلم وبقيت هكا شهرين يعني كيعطيوني الدواء عرفتي يوميا اللي برا ولكن تشخص المرض ديالك سرطان تيقولي لي ميكروب ميكروب ما تيقولوش لي سرطان هي اللي قالت لي ولكن ما حدني انا يا تما ولا هي قالت لك الحقيقه وهما كانوا تيقولوا لك الحقيقه باش تزيد تاكد لي لانني انا ملي نعست وكملت شهر ودخلت في الشهر الثاني بداو تيبانوا عليا الاورام تيخرجوا ليهم وزادت تاكدت لي كتقول لي الاورام راه سرطانيه وتقول لي انا كون عندي سرطان ما غاديش نكون ناعسه واخا دريسيه قصه طويله معك مازال نكملوا هذا الشيء اللي عاودتي لنا كله شكرا لك بزاف دريسيه واخا نمشيو عند الاستاذ فيصل الطهاري الناس اللي معنا اليوم مرضوا هذا المرض ديال الله سبحانه وتعالى ولكن قدروا بقوه بحال القوه اللي كتهضر بها دريسيه ولا عبد الكريم وتعاملوا بايجابيه وبقوه مع المرض ديالهم ولكن كلهم هضروا على واحد اللحظه اللي حاسمه عند كاع الناس اللي تيكونوا مراض لا هما ولا غيرهم ديال الصدمه الاكتشاف ديال المرض هو كارثه نفسيه في الحقيقه كتزعزع الانسان وكيخصو شويه الوقت عاد باش كيعاود يستوعب نهضروا على هذه الصدمه اللي ممكن تكون عند هاد الناس كلهم بطبيعه الحال الصدمه علاش لحقاش حنا دائما ما تنكونوش ممكن نكونوا مؤهلين للامور ايجابيه في حياتنا ولكن الامور السلبيه تنكونوا غير مؤهلين ليها سواء المرض ولا حادثه سير ولا مجموعه من الامور اللي تتجيب بشكل فجائي تتخلينا غير مؤهلين نفسيا اذا داك البريباراتيف بسيكولوجيك ما كايناش تتخلينا تنعيشوا ديك الصدمه النفسيه اللي ممكن انها تاثر علينا مساله التحدي اولا تنطلقوا دائما كيف قلتي من الوازع الديني اللي كيكون حاضر هو انه دائما ملي تنتصابوا بشي مرض تنقولوا ابتلاء من عند الله قدر الله الحمد لله اذا هذا الوازع الديني على الاقل تعطينا واحد الطمانينه نفسيه نسبيه اللي تخلينا نرتاحوا وتتخلينا نتشبتوا شويه بالامل غير هو هنايا عندنا جوج ديال الامور عندنا مساله ديال المرض وعندنا مساله ديال انه مرض مزمن ماشي مرض عادي هنا مثلا نتكلموش على 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 مرض اللي ممكن يجي لاي واحد ضربه البرد ولا فيه سعله ولا هنا تنهضروا على واحد المرض اللي مزمن واللي معاناته والالم ديالو كبير الا لاحظتي الحاله الاولى يعني تتوصل لديك الحاله ديال الالم انه يقدر يغوت ويبرزط كاع الجيران ويبرزط لان قوه الالم الحاله الثانيه كذلك الحاله الثالثه الحاله الثانيه نقدروا نتكلموا هو راه بدا تيفهم المرض ديالو من خلال طبيب نفسي وهنا الحاله الثانيه ربما واضحه هنا تنتكلموا على الامراض النفسيه العضويه واللي تنسميهم لي مالادي بسيكوسوماتيك اللي كنقدروا نفسروها بشكل مبسط هو داك الترونسفير ولا داك التحول ديال المرض النفسي لما هو عضوي الحالات الاخرى هنا تنتكلموا على مرض مزمن الحاله الثانيه اللي بغيت نوقف عليها وحتى الحاله الاولى الثالثه والاولى هنا تنتكلموا على واحد التمثلات الاجتماعيه استباقيه تنهضروا على مرض اللي هو الكونسير اللي هو السرطان اللي هو واحد المرض اللي عند المجتمع المغربي عنده ديجا تمثلات خايبه هي سيده خدامه في القطاع الصحي وتهتم بشان هذا المرضى هذه وباقي تتحمل نفس التمثلات الاجتماعيه اللي عند عامه الناس راه ما غاديش تعيشي راه هذا المرض هذا المرض هذا يساوي الموت مؤخرا كاينه دراسه مغربيه غير مؤخرا طلعت عليها اللي درست غير مساله السرطان باللغه العربيه والكونسير ثبتت بان المغاربه تيخافوا من لو مون ديال الكونسير بالفرنسيه لانه هو الشائع في حيث انه ملي تيقول ليه السرطان وانا شخصيا تلاقيت مع حاله قال لي لا الطبيب انا ما قالش لي عندك الكونسير قال لي عندك غير السرطان يعني السرطان قدر يهضمها وقدر يتحملها ولكن الكونسير كمرض ما قدرش يتحمله هنا من بعد نهضروا على العزيمه والقوه وكيف اننا نقدروا نتحدى واخا استاذ فيصل شكرا لك مشاهدينا ندوزوا توقفوا لحظات مع فاصل اعلاني ونرجعوا نكملوا قصه الناس واخا سي عبد الكريم نكمل معك القصه ديالك من بعد اكتشفتي المرض ديالك وعرفتي تشخصات وليتي في جوج ديال العمليات ماشي عمليه واحده عاود لي على العمليات بجوج اللي انت دخلتي ليهم وعطيتي راسك في نهايه المطاف لهذا الشيء
بالفعل انا نعطيك واحد التصور حقيقي. انا استاذ ديال الطبيب كما سبق الذكر ديالي، ولكن الطبيب ما كانش يعرف بلي استاذ ديال الطبيب البدنيه. اول وهله دخلت المستجلات اطباء تيهضروا تيشخصوا المرض ديالي بناء على واحد التشخيص قبل واحد طبيب اخرى. ايوا وتيهضروا بيناتهم تيقولوا راه عنده تيمور في واحد في المصران 10 سنتيمتر ديال الاسميدو. انا كان سميدو من بعد قال لك تسجلات عندك التيمور والورم في راسك. هو تيهضروا مزيان. انا خديت ديك المعطيات تنديرها في راسي انا، ولكن تيقول لي اورجون، راه حاله اورجون خاصو يدوز. الانسان غادي يسفسي. قال لي سي عبد الكريم اش كدير؟ قلت له استاذ ديال التربيه البدنيه ويدور في الاوضه. قال له ودي السيد الاستاذ حنا كنهضروا قدامه شنو كاين؟ قلت توكل على الله استاذ، دير خدمتك توكل على الله ما كاين مشكل. ليها ليها صراحه كاين واحد العامل اللي لعب ليا لا سميتو باش نصبر باش ناخذ الامور، لان كان عندي واحد التيو قهرني ديال المعده. هذاك التيو تتحيدو صراحه ما نكذبش عليك، لو كان ما كانش الخطاب ديال الدكتور معايا بواحد الطريقه اللي هي زعما ريحني فيها وحسيت بان في امان داك الشيء، فكنت نحيد داك الشيء كامل. ما صبرتيش؟ لا علاش؟ لان ما يقدرش يصبر حتى شي واحد، عرفتي علاش؟ من الوحده حتى الثلاثه الليل. وانت بداك التيو؟ بداك التيو ما تقدرش تصبر. فالطبيب جا لعندي تيقول لي السي عبد الكريم، السي عبد الكريم هاد الطريقه اقول سمح لينا بزاف راه عذبناك كرفسناك، ولكن راه غادي تدخل غادي تدخل للداد. شفتي الرجل المناسب في المكان المناسب، الطبيب من عند الطبيب. الحمد لله، الحمد لله يكون عندنا اطر بحالك وداك كيفاش المريض. ايوا الحمد لله. فانا تعالجت بالحوار، النفسي وانا عندي حب الفضول والمعرفه، وكنسقسي وكنسول على راسي وكنسول. فالطبيب قال لي غادي نقطع لك. في الاول هو بغى يقول لك نقطع لك 10 سنتيمتر، قال لك 10 متر. هو قال 10 متر. صراحه سمعتي 10 متر؟ انا 10 متر ما كنسولوش، عندنا 10 متر ديال المصرح. عندنا بعدا 10 متر ولا شحال عندنا؟ انا ما كنكذبش عليك، رجع عندي مشى غاب واحد المده ويجي قلت له دكتور سولت قبيله قلت لي قال لي لا 10 ديال السنتيمترات. يمكن غيضحك معاك وانت لا ماشي كوكا، ربما غير فلتت اللسان وصافي. الور ملي قال لي 10 سنتيمتر قال لي راه عندك واحد الحبوبه كبيره فيها 10 سنتيمتر غادي نحيدوها وما يكون خير ان شاء الله. قال لي الحمد لله. فعلا كنتي كتحس فاش يقول لك غنحيدو يكون خير وغتشافى، كنتي فعلا كتحس بالامل ولا كتقول واقيلا غير تيقولوا لي هكذا راه الموت قدامي راه غنخلي ولادي؟ لا نقول لك الموت هي كاينه. انا نقول الموت هي كاينه، لان ذاك السبيطار دوزتي اربعه المراحل. شفتي شحال من واحد مات؟ شفت حالات، هزيت حالات، انا بشخصيه هزيت ناس، سمعتي؟ دخلت ناس وخرجت ناس. الور ما نكذبش عليك، ملي كتدخل السبيطار كما قالت اختي راه ملي كتدخل راك في يد الله، يا تعيش يا تموت. وسيما هذا المرض اللي حنا سميتو ما تيقولش واش حميمي ولا خبيث ولا شنو. والنفسيه هي تدهورات ولا النفسيه كانت قويه؟ لا النفسيه انا ما نكذبش عليك، اغميه عليا ما نكذبش عليك، لدرجه اني ما بقيتش كنشوف، ما بقيتش كنهضر، انا الهضره ما بقاش عندي الصوت. ما بقاش عندي الصوت. هادشي في العمليه الاولى. والعمليه الثانيه كانت اقوى. علاش؟ لان عانيت كان اشكال ما بين طبيب وطبيب. واحد قال لي ودي راه خاصك الدم باش دير العمليه الثانيه، ديباسيت لي دو جور 12 يوم دوزتها، وخاصني ندير العمليه في 13 يوم الاخرى ندير العمليه الثانيه. الور انا كنتسنى. تصور انني ما نكذبش عليك، واحد البرودوي كنستعملوا هنا ديال لافاج ديال المصران، كنشربوا الا شربتي جوج لتر ونص راه بحال ما عرفتش، ما نكذبش عليك صعيب بزاف. انا كنشرب منها لتر ونص، تنغسل بهم لتر ونص. إلا شربته أنا هو سميتو، وكنفرح إلا شربته كنفرح، باش نمشي ندوز ندير العملية الثانية. شربته المرة الأولى ما درتش العملية، شربته المرة الثانية ما درتش العملية، شربته. هذاك الطبيب اللي دار لي العملية الأولى، الدكتور اللي دار لي العملية، استغرب قال لي واش ما درتيش العملية؟ قلت له لا ما درتهاش، بقى في الحال. مشى تيستفسر عند البروفيسور الكبير والبروفيسور ديالي الآخر، قال لهم علاش؟ قال له ودي راه عنده مشكل ديال الدم. أنا باش نعرف الأستاذ شكون اللي قال لك استاذ الدكتور هو اللي قال عنده مشكل ديال الدم خاصو الدم. قولوا لي علموني، كاين الناس غادي يعطيو الدم، كاين عائله، كاين اخوان، كاين اصدقاء جاو ديك الساعه. فتعطلت بثلاث ايام باش ندير العمليه. هنا ملي جا الطبيب يزورني قلت له دير الدم، راه قال لي شمن دم؟ الدم غادي يعطيوك انت، ما طالبينش لك الدم. قلت له الطبيب قال لي لا، وعيط عليه قال لي ودي شكون قال لك لا كولون غوش ما كطلبش الدم، كولون دروا كطلب الدم. هنا عرفت بلي الاستاذ لا تنقول له انا الميدسان كابيتان. ياك. ميدسان كابيتان. ولكن كيفاش كتحس من بعد العمليه الثانيه؟
لا لا ما نكذبش عليك، زاد عليا الحال. ما نكذبوش على الله، زاد عليا الحال. علاش؟ لان ملي نرجع العمليه فوق عمليه كتعاود 12 يوم راه صعيب. ولكن شنو السر ديال هذه النفسيه باش كتهضر؟ هو الحريق. شنو السر ديال هذه القوه باش كتهضر؟ لا تنهضر بالقوه اللي عطاها الله. صراحه ما نكذبش عليك، ديال الايمان بالله سبحانه وتعالى اللي بغات تجي مرحبا بها. انا نقولها لك، كاين الله وكاين الدعاوي ديال عباد الله. تنقولها هكا تنامن بها، راه اي واحد باري تبعك بشي دعوه تتوصلك. انا نقولها هكا الواقع كيف ما كان. حنا كنعملوا بحق ديال التربيه وصراحه انا مرتاح مع الله ومع وليداتي، مرتاح لان تدي الرساله ديالي. وكنت مطمئن، انا تلامت مطمئن. علاش؟ كيبقى الله هو اللي بده الامر. الوغ انا تنقول العامل النفسي اقوى من كل شيء، اقوى من الدواء، اقوى من كل شيء. انا ما كنتش كنهد راسي من الموتى، غادي مدفوني صافي صافي. خصوصا انت كتشوف الناس كيموتوا قدامك. اوكي بالفعل. اذا انا عشت والغالب انتصار، هذا ربحه هذه. عشت وتصور انني خرجت من 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 المستشفى مباشره، التحقت بالدار ديال المزيديه في ثلاث ايام الاولى وانا باقي معلق التويو ديالي خارج به وباقي بالغراز ديالي. خرجت للجمعيه كنشط في العمل الجمعوي بالصوار. مزيان. العمل الجمعي مع الاخوان الجمعيه. اذا القمه الانتصار الانسان على مرضه. اشتقت نشوف الاخوان مزيان. مباشره في شهر 8 غادي نبدا الشيميو في موا 9 ندير الشيميو. الور حتى هو كان عنده واحد العامل نفسي قوي. صراحة قال لي دوز لي السكانير وشرط عليا جوج شروط. قال لي نبغيك دوز السكانير فين ما بغيتي، غير هاد البلاصة ما تدوزهاش بلا ما نسميها. ما علينا. ما تدوزهاش. ففعلا مشيت دوز السكانير جبته له، شافو قال لي السي العوينة ريح الله، قال لي راه ما عندك والو. قال لي غادي ندير لك الشيميو احتياط. هاكو بهذا قال لي راه ما هذه الكلمه والو، راه تكون فرحاتك و صراحه حسيتي براسك. قبلت سميتو. يعني شحال واحد عاود واحد وليت بحال يعني كانت زاد في الميزان، لان الميزان اللي كانت الاخت قالت لك اودي كانت 64 ولا 54، هي انا كانت عندي 64 وليت 32. واو. انا 32 نص بالنص. انا ما نكذبش عليك، فرم لي الله يجازي فيها واحد الفام ميناج. النهار اللي خرجوني من العمليه الاولى هزوني بحال كاز الماء بحال ما هكا. هزوني بحال ما هكا، يعني الريح يقدر تحطيني وكي ديني. علاش قلتي بنت خوك كانت تشوفك وتتخاف منك؟ كتخاف. الوغ هذه القضيه ديال ثاني مساله اخرى. هي جبتها لي ديال مساله ديال الخوف. انا خفت من راسي واحد الوقت، لان علاش؟ جاني واحد الاستاذ صديق ديالي وتنعيط عليه تنقول له استاذ اجيتي؟ قلت له الزوجه ديك كلمي لي راه ربما غلط. جا لعندي قال لي اش بغيتي يا الشريف؟ قلت له بغيتك انت. قال لي اش بغيتيني نجيب لك شي حاجه؟ قلت له لا ما عرفتيني. قال لي ما عرفتش شكون انت؟ قلت له انا العوينه. بدا تيبكي. جاي بكي زعزع، قلت له جيبوا لي مرايه شيروا لي مرايه نشوف وجهي. هذه المده كلها ما كتشوفش راسك. لا ما لا علاش ما بغيتش نشوف راسي، انا كنحكم على ولكن يوليو الناس يبكيو قدامك. لان علاش؟ كيبان لي من هنايا، من لوتوراكس ديالي، كلافيكول ديالي، سمعتي صراحه هاد كلشي مشى. كلشي كنشوف العين عضا. ولكن الحمد لله دابا راه تتبان صحتك بخير على خير. لا الحمد لله الحمد لله. شكرا بزاف السي عبد الكريم على التجربه كلها اللي عاودتي لنا، وهاد بحقيقه دروس هاد الشيء تعلمتيه وقريتيه من المرض ديالك، واكيد الناس اللي كيشوفونا حتى هما غيتعلموا بزاف الحاجات من التجربه ديالك السي عبد الكريم. نكمل معك صوفيا، من بعد عرفتي باللي كما قال السي فيصل مشكل نفسي مع مشكل عضوي كاينه العلاقه. كيفاش تعاملتي مع هذا المشكل لما عرفتي؟ ما تعاملت معه عادي. بحال اش هذا عادي؟ قبلتي ما قبلتيش؟ ما نكذبش عليك ما قابلش انا. ما قابلش هذا المرض، ما حاملش هذا المرض. عياني الدواء بزاف. عندك الدواء حياتك كلها. مدى الحياة. مدى الحياة. ماشي يقول لك كلمة مدى الحياة هي أصلا تضر شوية مدى الحياة. ماشي كضر مدى الحياة. وليتي اللهم تموت حسن ميت يقول لك مدى الحياه. ولكن دابا كاين جوج حوايج، عندك مدى الحياه وعندك اللهم تموت كما قلتي. ولكن مدى الحياه كاين امل انك تعيش دائما وبواحد الدواء اللي غادي. كنت غنبقى فحال هكا يوميا نبقى نشرب الدواء، نشرب الدواء تن اللهم من احسن. انا كن حياتي صافي يعني مليت الحياه صافي. ولكن انت واخا هذاك سوفيا انت كتقول مدى الحياه ومليتي ومريض، تجوجتي. تجوجت الحمد يعني لله. الحياه ما توقفاتش. الحمد لله. كون ما كانت الحياه سالات كون ما تجوش وما تولدش. لا ولكن انا ملي تجوش ما كانش فيا هادشي. قبل هادشي قبل ما تعرف المشكل ديالك. انا ملي تجوش كنت بخير وعلى خير. كنت اون فورم، سبور، رياضه، كلشي تندير. حتى تجوش. وفاش ولدتي كنتي مريض ديك الساعه؟ دابا ولدي عنده 5 سنين وانا مريض. ولدي دابا عنده 5 سنين. وانا مريض. انا بغيت نعرف شنو عندي. دابا انا عندي الام لداخل، داكشي اللي كنحس فيه كنحس به لداخل.
داكشي اللي كيضرني كيضرني لداخل راسي تا هو داكشي اللي كيضرني كيضرني لداخل. انا بغيت نعرف اشنو عندي. هادشي اثر على الخدمه ديالك؟ بزاف. على علاقتك مع مراتك مع عائلتك؟ بزاف بزاف بزاف. واحد الدرجه وليت دابا هاد الجنب هذا وليت انا هاز هاد اليمين هذا هاز به هاد اليسر. بزاف. دابا المشكله كان المشكل الكبير عاوتاني في الدواء. كتسالي لك بواطه ديال الدواء خصك تشري بواطه، كتسالي اخرى خصك تشري واحده اخرى. اذا المشكل فلوس؟ مشكل الفلوس هو اللي مأرقك. مشكل الفلوس مدى الحياه؟ مدى الحياه ولا المعيشه؟ معيشه غاليه وما حيلتك المعيشه، ما حيلتك الدواء، ما حيلتك الطبيب. الطبيب خصك تروا مو تشوفو، خصك تعطيك عاوتاني تريطمو، عاوتاني خصك تبقى متبع تريطمو ديالك. والحاله تتحسن شويه مع الدواء؟ الحمد لله هادشي ديال الله. الحمد لله هادشي ما كان، هذا ديال الله، هادشي اللي كاين. نعم. واخا سفيان تنشكرك بزاف على التجربه اللي عاودتي لنا. نكمل معك الدريسيه من بعد. كيفاش انا وقفت بزاف على القوه ديالك والايجابيه ديالك، ديال ما تنعسيش وما تطيحيش وما ما تسلمتيش لا يأس مع الحياه، كنتي كتقولي الشعار ديالك. بقيت هكاك. المهم شتوني شهرين عندهم. في ليله راس العام، لان انا دخلت 31/10/94، 31/12/94 عيد ميلاد ديال بنتي. هي التاريخ ديالها في هذيك لاضات. كنتي في السبيطار؟ اه. ايوا كي درتي؟ جا الزوج ديالي مع شي 11 الليل باش يطلب الماجوره باش تخليني نمشي ندوز عيد الميلاد ديال بنتي. قالت لي لا، قال لها نشوف الطبيب. قالت له الطبيب مشي دوز راس العام. هذيك الماجوره من الاول راه ما عرفت مالها معاك. صافي هبطني هو والصديق ديالو، لان ما كنتش كنتمشى، هبطوني هزني في الطوموبيل داني دوزت عيد الميلاد ديالي. اذا فضلتي عيد الميلاد ديال بنتك على انك تبقاي تكملي الدواء ديالك؟ لان بنتي كانت هي الامل الوحيد ديالي، وكنت نقول النهار اللي كتب لي ربي يعني ياخذ الروح ديالي بنتي غتبقى بوحديتها. اللهم نعيش معها ماكسيموم. نقول انا نعيش مع هذيك اللحظه ونقدر انا ما نرجعش انا كاع لذاك المستشفى اللي كنت ناعسه فيه، ونقدر نعاود نولد بنت ولا ولد العيال الاقل الا مت نخلي لها خوها ولا اختها. فعلا فاش هاد التفكير اللي كنتي كتسال، هاد التفكير فعلا فاش مشيت رجع هو دا الدوسي ديالي ورجع عندهم رفضوه، قالوا لي ان خرجت هي بلا. المهم دوزتي عيد الميلاد ديالك؟ دوزتو بخير وعلى خير، فرحات بنتك نشطتو مزيان وصافي. ملي دا لهم الدوسي وداك الشيء ما قبلونيش باش نرجع. صافي توجهت للاستشفاء في القطاع الخاص. ايه. اول حاجه درتها دوزت عند واحد الدكتور، قال لي عندك ميكروب غادي ندير لك واحد لوبيراسيون. فعلا دار لي العمليه، حيد لي داك الورم، طاه لي ديته عند الدكتوره اللي اختصاصيه في التحاليل. خرجت لي التحليله قالت لك، قالت لي عندك ميكروب عنده علاقه بلا تيبيركيولوز، داكشي ديال السل. هو فاش حيد لي داك الورم ما استأصلوش كامل، بقى عاود رجعات هذيك كبرات وولدات لي واحده اخرى. دخلت للمصحه عاوتاني خاص. درت عمليه في نفس البلاصه اللي درت. واخا هذه الرحله العلاج كلها الدريسيه، النفسيه ديالك كيفاش كانت؟ نفسيه راجلك حتى هي كيفاش كانت؟ النفسيه ديالي انني انا خصني نعيش، بقى داك الشعار ديالك لا يأس مع الحياه. آه. والامل من 94 حتى 2001 وانت هي باغا تعيشي. وانا باغا نعيش وباغا نخدم وعندي طموح يعني. واخا شنو السر؟ السر هذه الرحله كلها قلتي من 1994 2001 2001 شنو السر زعما ديال هاد القوه اللي عطاك الله هاد المده كلها كتقري في حياتك وفي صحتك وفي مرضك كما بغيتي؟ قلتي لا يأس مع الحياه، هذا كان هو الشعار ديالك. شنو الحوايج الاخرين اللي عطاتك الطاقه الايجابيه؟ حاجه اللي وحده اللي غنقولها ومن هذا المنبر جوج حوايج غنقولهم، ماشي حاجه. حاجه كتخصني هو الانسان خصو يكون صابور، يكون مناضل وما يامنش. شي مره الصبر منين تجي بها الدريسيه؟ انا من هذا المنبر الناس اللي كيعرفوني وكيشوفوني في اي مدينه سكنت فيها راه كيعرفوني كنمتاز بالصبر. عندي واحد القوه خارقه في الصبر. كنصبر يعني لاي مشكل اي مصيبه كنتحداها، ولو كنحس براسي غادا نطيح كنقول ما نطيحش، ما خصنيش نطيح، ما حد باقي ربي عاطيني الروح كطلع وتهبط، نقاوم. هذا هو اللي فيا. وبعد المرات كنلوم راسي لان كنلقى راسي كنتعذب بزاف. كنلوم راسي تنقول علاش انا هكا دايره وتنصبر وكنضحي الشعور بالذنب زعما علاش انا بوحدي مريضه تنقول علاش كنضحي بزاف لان في هاد الخصله ديال الصبر انني كنصبر وكنقاوم والايمان ديالي قوي. هذه وحاجه ثانيه تنقولها من هاد الناس ملي كيمرض شي انسان وكيوصل لواحد المرض مزمن بحال هذا اللي مريت منه او اللي مر منه الاخ عبد الكبير او سفيان ما يستغلوش ذاك الوضع،
بحال اش يستغلوا ما يستغلوش ما يقولوش هذيك الانسانه صافي راه غادا تموت وهما يفكروا انهم ياخذوا داك مثلا داك الزوج او ينوضوا ما فهمتش يفكروا بان صافي هذيك الانسانه غادا تموت زعما ساليتي انت نعيشوا حنا كاين ناس كنشكرهم لانهم ازروني وراه غيشوفوني وغيعرفوني لانني ملي كان كيتغمى عليا كنغيب ثلاثه السوايع بالربعه وكانوا كيبقاو يبكيو كيسحبوني على الموت. انت كان عندك اصرار انك تعيشي وتبقي الحياه لوليداتك وكتولدي وسط التماره وسط المحنه وسط المرض. واخا دريسي تنشكرك بزاف على هاد المسيره كلها اللي كانت بالقوه ديال الدميعات ما كاين مشكل الا كانت هاد القوه كلها ياك دكتور الا كانت هاد الايجابيه كلها انسان تيبكي حيت واحد اللحظه ديال البوح انتصار انتصار تفعل الانتصار فيه البكا وفيه الفرحه في نفس الوقت. واخا نهضروا بالضبط على الحاله ديال السي فيصل الحاله ديال دريسية هاد الشعار اللي هو شعار ولكن كانت كتعيشو سلوك واقعي كتعيشو يوميا ممارس. كتنتصر الحياة كتقرر في صحتها في حياتها كما بغات ولكن ايضا كاين داخل التجربة ديالتها كاين الشعور بالذنب شي مرات الانسان كيقول علاش انا مدون الناس علاش انا مرضت علاش ربي عطاني غير انا اختارني كاين هذا الاحساس بالذنب احيانا نهضروا على الافكار اللي ممكن تكون ايضا كتسيطر على هاد الناس ولانه هذا في الحقيقه هذا الموضوع من خلال ثلاثه الحالات كاين بزاف ديال النقط اللي خصنا نوقفوا عليها صراحه. بالنسبه للحاله ديال الدريسية هو بالفعل هو واحد الانتصار واحد قمه ديال التحدي ديال واحد المرض معين. هاد قوه الايمان وقوه العزيمه والتحدي والصبر راه ما معطيش للناس كاملين لان احيانا راه واخا تيكون الانسان صابور وقوي المرض تيجي تيقسم الظهر ديال الانسان ممكن يعني حتى ديك القوه والشجاعه اللي كانت عند ذاك الانسان راه تتنزل لواحد المستوى وكاين اللي كيكون انسان عادي انسان سوي ما معروفش كاع بالصبر ديالو ملي تيجي المرض تيتعلم شنو هو الصبر وتيتعلم شنو هو التحدي وتيتعلم الامتحان هو المرض هو الامتحان كاين مجموعه من الامور اللي تتخلي ديك الارضيه الخصبه لان الانسان يتحدى هذاك المرض هذاك من بين هاد الامور هذه وجات في الكلام ديال الحاله الاولى قال واحد الكلمه مهمه قال بانه انا كنت دائما تنشوف الموت وانا مقبل على الموت ولكن عندي راحه البال لاني ما دايرش شي حاجه والعمل ديالي هو كاستاذ ديال التربيه البدنيه تيعترف بانه العمل ديالو كان ناجح مع التلامذ ديالو هذا الا قبطنا نفس الحاله وكان واحد الاستاذ اللي مثلا تيغيب واحد الاستاذ اللي ما تيهتمش بالتلامذ مضيعهم يعني غيكون واحد يعني بضمير كثير ومن تيجي المرض تيتزاد كذلك الحاله ديال الدريسية كانت عندها مجموعه من المقومات اللي تتخلي هذه السيده تزيد القدام ونتحدى هذا المرض كاين ما نساوش واحد المساله ثانيه مهمه خصنا نوقفوا عليها هو الدعم الاسري نعم الدعم الاسري للمريض واحد المساله مهمه ومهمه بزاف غادي نختم هنايا بواحد المساله مؤخرا معهد من اكبر المعاهد ديال علم النفس التجريبي في المانيا دار واحد الدراسه بسيطه قبض جوج ديال الناس في نفس العمر الزمني رجال 43 سنه 43 سنه عندهم نفس لو دياغنوستيك عندهم نفس تشخيص مرض السرطان عندهم نفس مرحله يعني ضبطوا لهم كل شيء تالي جلوبين مع هذا كل شيء مقاد والحاله الاولى عطاوه نفس العلاج اللي غيعطيوه للحاله الثانيه فقط قبطوا الحاله الاولى وعطاوها دعم اسري نفسي داروا ليه مستشفى فيه اخصائي نفسي وهنا وجب الاشاره الى ضروره وجود الاخصائيين في المصالح الاستشفائيه اعطوه واحد الدعم وحاولوا ما امكن يتواصلوا معه وليدات وحده وفي حين ان الحاله الثانيه حاولوا ما امكن انه يقللوا ليه ما عطاوش اخصائي نفسي ما عطاوش مجموعه فتبت بانه الحالتين بجوج براو بشكل نهائي ولكن الحاله اللي كان عندها دعم نفسي برات بواحد الشكل اللي 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 بشكل نهائي تحد المرض واستطاع انه يتجاوز المحنه ديالو في واحد الظرف زمني اقل من الحاله الاولى اذا هنا تيبان بانه الدعم النفسي مهم جدا في الامراض المزمنه. شكرا لك استاذ فيصل الطهاري. طيب مشاهدينا ندوزوا الحاله الرابعه استقبلوها الحاله ديال ناجيه اللي كتقول باللي المرض ديالها خرج على حياتها وما قدرتش تعمم لا بقوه ولا بايجابيه بعد الفاصل. ناجيه مرحبا بك. ربي يخليك. قولي لي انت كطيحي بزاف علاش هاد الطيحان مناش من لا كريز عندي في الراس اها بداني داك الشيء حتى وليت كنحبو من صغر ما كانت فيا حتى حاجه ايه مي وليت كنحبو داك الشيء بداني داك الشيء كطيحي تنطيح ايوا داوك للطبيب وليدي داوني للطبيب وهزوني داك الشيء داوني للطبيب دابا في الاول وداك الشيء بديت كان بديت كان شدني داك الشيء وليت كنهرب من الدار. شنو دارنا تيسحبني من صغرك كنتي كتهربي من الصغر
تيتعب ليهم عين اللي رياح هما اللي داير لي داكشي. ايه ايوا هزني الوالد دار لي ديك اللعبه ديال ها وضربني مع الارض وما يتقلبوا لي العينين ديالي. ايوا ايوا هو يتبوشى لي العرق. ضربك على راسك؟ ايوا تبوشى العرق. تبوشى لي العرق كنتي في الرياح كطيحي وجه داكشي دابا وليتي في العرق مبوشي. ايوا بديك الضربه هي اللي ديك الضربه تبوشى لي العرق. ايوا اش درتي؟ ايوا اش درت؟ دوزوا لي الشبكه قال لك عندك عرق ولا كيتبوشى لك في الراس. بديت الدواء دابا راه بديت ولكن حياتك كلها وانتيا هكذايا. حياتي كامله كلها ما قريتي وقيلا ما درتي حتى شي حاجه في حياتك ما تزوجتي ما ولدتي ما درتي والو بسبب هذا المرض. بسبب هذا المرض علاش ما عندوش الدواء؟ هو راه عاطيني الدواء راه الورقه كاينه وكل شيء. واخا تشربي الدواء تطيحي؟ تنطيح واخا تنشرب الدواء. اذا هذاك الدواء ما دار معك حتى شي حاجه والو. واخا النفسيه ديالك كي دايره نجيه اللي كتبقاي تكوني مثلا عند الناس وتطيحي تكوني خدامه وتطيحي كيفاش كتقبلي هذا المرض ديالك؟ واش غنقول لك؟ تنقول داك الشيء ديال الله. اش قابله بهذا المرض ولا شنو تديري؟ هو داك الشيء ديال الله من عند الله اللي جات من عند الله مرحبا بها. عاودي لي على القصص اللي كتوقع لك ولا المواقف اللي كتكوني خدامه مثلا في شي كتكوني خدامه تطيحي. هاي الطيحه بعدا اللي طحت في الزنقه هاي ربينا على نيفك. هذه راه كنت غاده غنجيب التعميره ديالي تطحت وكاع على وجهي. وشحال كتغيبي فاش كطيحي؟ وكنغيب شي ساعتين بحال هكاك. ساعتين وانت في الزنقه طايحه؟ تنصيب ذوك الناس اللي تيحضيو لي داك الشيء ديالي. وفي الخدمه فاش كطيحي كيفاش كيتعاملوا معاك الناس اللي خدامه معاهم؟ ايوا كنصيب شي ولاد الناس اللي كيحنوا مني راه كنصيبهم. ايوا ايوا اللي كيتعاملوا معايا هذا هو الناس اللي حدايا وصافي. هادو هما اللي كيتعاملوا معايا ومن غير هذا اللي حدايا راه ما تيحنوش فيا. دابا انت الدواء كتشربيه كل يوميا؟ تنشربو يوميا. عطي لك الطبيب مدى الحياه؟ الطبيبه هي اللي مخرجه ليا مدى الحياه. شربيه ديما ما تحبسيش الدواء؟ دائما. وشحال ديال الطيحات عندك مثلا في الشهر؟ عندي خمسه. خمسه د المرات؟ خمسه. ما كتكونيش عارفه راسك امتى غطيحي؟ لا حتى تيشدني داك الشيء. دابا هذا العرق قالوا لي كيضرب الوقت اللي كيعطيك كيضرب بحال الضو ولكن اثر عليا هو بزاف. العرق درتي داك السكانير ولا لا وداك الشيء؟ درت عي الشبكه. الشبكه درتيها؟ الشبكه بان لك هذا الشيء بان لهم هذا الشيء. ايوا هذا الشيء اللي قالوا لي. واخا والعائله ديالك كيفاش كتعامل باك الوالد ما عنديش. ما عندكش؟ عندي الوالده. الوالده كيفاش كتعاملوا مع المرض ديالك؟ ايوا الوالده حتى هي عيانه شنقول لك؟ انا اللي خدامه على باش كنشري هذا الدواء وباش كتخدمي على الدواء ديالك صافي. واخا نجيه شكرا بزاف على هذا الشيء اللي عاودتي لنا. دابا القمه ديال الانسان اللي المرض مطحطحو المرض نطيحو الارض. وشي مرات كنقولوا بعضياتنا خصنا بحال دابا مثلا فاش كنسمعوا الشهاده ديال دريسيه تقول الصبر والتحدي والعزيمه والاراده، ولكن احيانا كنتسالوا منين يجيبوا الناس هذا الصبر؟ منين يجيبوا هذا التحدي؟ واش كيتباع في شي بلاصه يشريه؟ يعني هذا هو السؤال مثلا باش ما نطيحوش في الحاله ديال نجيه واللي فيه شي مرض يطيح ليه. هي مجموعة من العوامل اللي تقدر تعطينا هاد، لأن هذا التحدي وهذا الصبر ما يمكنش لي نمشي للفارماسي وناخذ ونشري ونجيبه معايا. كاين ما هو داخلي نفسي تركيبتي النفسية، وكاين ما هو خارجي اجتماعي عنده علاقة بالمحيط. الدعم اللي لقياه الدريسية الحمد لله من لونتوغاج ديالها ومن الزوج ديالها والبنت ديالها كل لقاتو الحالة ديال ناجية غادي يكون هذاك، لأن كيف يعقل الآن حنا أمام حالة ديال الصرع ديال البيليبسي اللي معروف شائع في المغرب، كاين إحصائيات للأسف كثيرة مرتفعة جدا في المغرب. الجانب النفسي هنايا مهم جدا اللي هو مثلا كيف مثلا الحالة ديال ناجية واحد الإنسان اللي ممكن طيح خمسة ديال المرات بشكل متكرر وتقدر تغير بمده زمنيه مختلفه من بين الاولى والثانيه والخامسه ما كاينش معها حتى واحد، كيفاش ممكن السيده تخرج تمشي بوحدها تجي؟ يعني كاين الدعم النفسي، كاين مجموعه من المرضى اللي فيهم مرض الصرع تتكون ديك الملازمه الاسريه، فهمتي؟ فين غادي تمشي معاه واحد باش الا طاح تلقى حدا، راه الا طاحت غير خدات غير الدواء ديالها سوغ بلاص ممكن ذاك الساعه ترجع العافيه ديالها. نختموا بالمساله ديال الجانب النفسي، هو الجانب النفسي تيبقى واحد العنصر مهم جدا في التداوي من الامراض المزمنه. راه الا كان عندي مرض مزمن طيله الحياه وكان عندي دعم
نفسي طيله الحياه كنقدر نبقى صلب ونواجه المرض ديالي ونتحدى. شكرا بزاف استاذ فيصل الطهاري، شكرا لكم الحضور الكريم. ناجيه شكرا بزاف على التجربه اللي عاودتي لنا. دريسيه تنشكرك بزاف، واكيد الناس اللي شافونا كلهم غيكونوا خداو بزاف واستمدوا الطاقه الايجابيه منك دريسيه. سفيان شكرا، نتمنى ان شاء الله الشفاء وتولي تستمر في حياتك بشكل كبير. سي عبد الكريم شكرا بزاف على التجربه ديالك وبالشفاء ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا كلكم اللي تابعتونا في هذه الحلقه. تعاملت مع مرضي بايجابيه، كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصه الناس. باقي في الناس بزاف ما يتعاود في قصه الناس من اليوم انت واحد اخر. السلام عليكم.